بس خلونا نروح نشوف شلون تفاعل الشارع والمواطن العراقي مع استطلاع حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا استطلاعنا يقول: هل ستنجح القوى السنية في تشريع قانون العفو العام خلال الحكومة الحالية؟ أستاذ هشام، 56% من المشاركين بهذا الاستطلاع يقولون نعم ستنجح القوى السنية في تشريع قانون العفو العام. علق لي لكن بإيجاز إذا سمحت. نعم. أستاذ هشام. نعم نعم، إنه طبعا هو تم الاتفاق قبيل تشكيل الحكومة، قبيل تشكيل الحكومة تم الاتفاق على إقرار قانون العفو في تحالف إدارة الدولة، وتم الاتفاق على أن توزع المناصب بالاتفاق. نعم. والآن تسلب المناصب من حزب السيد الحلبوسي، وين الاتفاق؟ هو لاحظ هنا 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 يعني شوف انه وايضا الى اخر لحظات انه سيتم تفعيل قانون العفو بعد عطلة العيد، ولكن يبدو هناك تنصل من قوى الاطار او من القوى السياسية الاخرى، وهذا اجحاف بحق المكون السني. طيب. او انه هذه فد طيب. مشكلة ايضا راح تثار. طيب استاذ، وتثير غضب الشارع اكثر. طيب شيخ مزاحم الحويت، 56% من المشاركين بهذا الاستطلاع يقولون نعم ستنجح القوى السنية في تشريع قانون العفو العام. علق لي لكن بإيجاز شيخ مزاحم إذا سمحت. لا لا، هو نعم، لا هو هي ما راح تنجح، لأن العفو العام يشمل الإرهابيين جماعة عبد القادر النايل وغيرهم اللي قتلوا الشعب العراقي، وهذا مرفوض، وإحنا من جزء من رفض. لا عفوا هنا اسمح لي، العفو العام لا يتعلق بالإرهابيين. العفو العام إذا يريد يشمل، العفو العام يشمل الناس اللي عنده. إذا تسمح لي أستاذ خليني بس أوضح لك مسألة العفو. جماعة عبد القادر النايل وغيرهم إحنا نرفض هذه، وتحدثنا وما راح يكون هناك عفو عام. أقول لك ياها قدام استاذ محمد، حتى القوى السنية بهذا الموضوع هي هذا الموضوع، وإلى جانب آخر موضوع بمشاكل وخلافات راح. طيب إذا خليني أروح للدكتور عبد القادر النايل. دكتور عبد القادر، 44% من المشاركين بهذا الاستطلاع يقولون لا لن تنجح القوى السنية في تشريع قانون العفو العام. علق لي دكتور لكن إذا سمحت بإيجاز. العفو العام فريضة وطنية وضرورة إنسانية، وبالتالي القوى الداخلية لن تستطيع إذا لم توفي كما تعهدت إيران بإبرام الحكومة بأن هذا القانون سيمرر داخل حكومة السوداني وضمن اتفاقها لن يمرر. لذلك القضية تتعلق بالضغط على الجانب الإيراني لتمرير القانون وليس على الجانب المحلي، وعلى هذا الأساس حقيقة ما أخشاه في الأيام القادمة من عودة الاغتيالات في عموم العراق أو في عموم هذه المحافظات المتنازع عليها بإطار سياسي. لذلك الخشية موجودة من هذه الانزلاقات والتوترات الحاصلة في هكذا إطار. طيب أنا أشكرك الدكتور عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا دكتور عبد القادر. أيضا مشاهدينا شكر موصول للأستاذ هشام الرأفت، الباحث في الشأن السياسي والهادئ على غير المعتاد. أنا مصدوم بك اليوم أستاذ هشام، ما أعرف شنو سر هدوءك هذا اليوم. شكرا أستاذ هشام على 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 كل حال. عفوا، موضوع هذا الموضوع أنه أتمنى يكون قريب علي بالاستوديو. أي مفروض، يلا إن شاء الله على الجايات. يعني يعني أنا ما هذا الموضوع يعني شحت شوية، واحد قاعد لي بالموصل مدري وين هذا. طيب. الموضوع يعني زحمة. شكرا ما شكرا أستاذ هشام، أتمنى يعني قاعد قدامي وأقدر أتباحث وياه.